الهواء كثيف. يصفعني مرة إثر مرة تاركا آثار أصابعه الدبقة على وجهي. هذه المدينة منهكة وذاك زفيرها. عندما شق الجراح صدري وجد تلك البنايات التي حال لونها وتشقق دهانها. في إحدى النوافذ كانت امرأة تقول لجارتها: زوجي لم يعد ينفع. ثم قلبت فنجان القهوة لتقرأ مأساتها. في نافذة أخرى كان رجل متكرش يجلس بملابسه الداخلية يحرق السجائر، يشبه زوج أم الذي مات منسيا بساق أكلها السكر. هناك في الأفق بحر تمتلئ زرقته بسفن تنطوي. لا أحد على رصيف الميناء، والرافعات متوقفة، والبخار يتصاعد ليعطي قوة إضافية لليد التي تصفع. وذلك الضوء قوي في عيني. شمس ساطعة بل شموس عدة تدور وتدور ثم تثبت في سقف غرفة العمليات. الجراح خلع القفازات المدمات وضرب الممرضة على قفاها قبل أن يخرج تاركا قطعة براديش في فمي سوف تزال بعد قليل وأستيقظ. قط أسود يموت على السور ثم يقفز في حارية ممتلئة حتى نصفها بالكمامة. أولاد يغلقون عليه بابها، يشعلون فتاشا، يفتحون الباب لحظات كافية فقط لتكتمل القرقعة العظيمة داخل السجن المعدني. لا أدري إن كان كون يتشكل في تلك اللحظة داخل الحاوية، ولا أدري إن كان شرودنجر يعلم إن كانت القطة حية أم ميتة. الأطفال هربوا، والمراقب في غرفة العمليات، والمدينة داخل صدري، وأنا أستيقظ رويدا رويدا على وقع ثرثرات فارغة. قالوا لي إنه مستبدل قلبي، لكنني أعلم أن في الأمر خطبا ما. أحيانا يتوقف قلبي الجديد عن الخفقان، أخرجه أتحدث إليه، لكن ذلك لا يخفف من كآبته وسوداويته. أقدم منه قطعة أو قطعتين، أمضغها فأحس بطعم دخان عوادم وزحام وأزمات مرورية، فأبصق لاعنا تعاسة التي لا تتوقف عن التشكل والتجدد واستنساخ نفسها في هيئات عدة. شبح أبيض يتهادى الآن أمام واحد من شبابيك البنايات، ثم نغزة موجعة في ذراعي. أفتح عيني وأشتم، فتتراجع الممرضة التي لم أتبين جمالها أو قبحها. فليكن، أنا الآن سمك. الماء الذي أسبح فيه نظيف وشفاف، لكنه وبعكس البركة التي انتشلوني منها له جدار قاس من جميع الاتجاهات. أسبح هنا فأرتطم به، أسبح هناك فأرتطم به. سجن شفاف هذه المرة. وحين أتاني الطعام من فوق خمنت أن لا حاجز هناك، فقفزت مثبتا لنفسي صحة توقعاتي. لكن ويا لتعاسة التي لا تكف عن التجدد، لم يكن ثمة ماء حيث قفزت. سقطت على سطح لم أتبين ما هو، وأخذت أرتجف متحشرجا ومختنقا إلى أن صرت جثة هامدة بعينين تحملقان في الفراغ. أنا هو ذاك الذي حمل الجثة الذهبية الصغيرة وحفر لها تحت شجرة الأسكدنيا العملاقة مقارنة بحجمها وحجمه. أسمع همهمة في الأعلى حيث تظهر رؤوس رجال أعرفهم جيدا. هيه أنتم في الأعلى، صرخت، لكن الصوت بقي في عقلي.
لم يتحرك لساني ولم يفتح فمي. غابت وجوههم الآن وحلت محلها حفنات من التراب ظلت تسقط وتصفع وجهي مرة إثر مرة كهواء كثيف. سأخلد للنوم إذن، على الأقل هنالك من يعرف أنني حي. أنا